بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله البراكتيكال بتاعنا هيكون بسيط وسهل ان شاء الله، ربنا ييسر الامور ان شاء الله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. فمش عايزكم تقلقوا خالص. البراكتيكال النهارده المفروض هو البراكتيكال بتاع النيرف سيستم. الاول اكدوا لي ان الشاشه واضحه بعد اذنكم. يعني ايوه دكتور، الشاشه واضحه، الصوت واضحين؟ طيب تمام. طيب النهارده البراكتيكال بتاعنا ان شاء الله عن النيرفس سيستم، ماسكولار سيستم، الكارديو ماسكولار سيستم والجوينتس. تمام، اتوكل على الله. هو يا دكتور هم دول اخر محاضرات لينا كده صح؟ مين معايا؟ انا عمر. ازيك يا عمر؟ معلش يا عمر حاجة تانية. آخر محاضرات، آخر محاضرات. والله المفروض إن في عندك محاضرة الأسبوع ده إن شاء الله سكالب، وأعتقد إن في الأسبوع الجاي كمان محاضرة كمان. فربنا ييسر الأمور بقى إن شاء الله. تمام يا دكتور. أبشر إن شاء الله. الدكتور محمد سامع الصوت ولا اللي كان بيسأل المحاضرة بدأت ولا الصوت معلق؟ الصوت واضح؟ دكتور الصوت واضح خلاص، شكرا. طيب الحمد لله، توكلنا على الله. طيب يبقى النهارده البراكتيكال بتاعنا يا جماعة عن النيرفس سيستم. زي ما بقول لكم كده، معلش هو في كل شوية حد يبعت إن هو عايز يدخل. النيرفس سيستم، ماسكولار سيستم، كارديو ماسكولار وجونتس. اتفقنا؟ طيب الموضوع ان شاء الله يكون بسيط. هنبدا بالنيرفس سيستم، وانا ممكن اعمل حد هوست بس عشان يدخل الناس، بدل ما انا قاعد كل شويه ادخل الناس كده. ممكن حد يتبرع ويبقى هوست يا جماعه ولا خلاص ماشي، مش مشكله، ربنا يسهل ويجيب النوتيفيكيشنز بقى. هنبدا نيرفس سيستم ان شاء الله. طيب بالنسبه للبراكتيكال سيستم زي ما حضرتك شايف كده، هيبقى مطلوب مننا نعرف ان في سنترال نيرفس سيستم وفي بريفرال نيرفس سيستم. اتفقنا؟ يبقى اول حاجه نعرفها بالظبط كده البراكتيكال ده. انت عندك فالحمد لله معلومات كتير في النظري، فكفايه عليك النظري. بالنسبه للبراكتيكال في النيرفس سيستم، انت تقول لي يعني ايه نيرفس سيستم اتقسم لاثنين، سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. سنترال نيرفس سيستم زي ما انت شايف كده بيتكون من البرين والسباينال كورد، برين وسباينال كورد. بريفرال نيرفس سيستم البريفرال نيرفس. طبعا في برضه اوتونوميك نيرفس سيستم، بس احنا هنا هنقتصر في البراكتيكال بتاعنا ان انت تكون عارف ان السنترال نيرفس سيستم بيكون من البرين والسبينال كورد، والبريفرال نيرفس سيستم بيكون من البريفرال نيرفس. طيب ده لما ايزوليشن كده للسنترال نيرفس سيستم، ادي البرين وادي السبينال كورد، ادي البرين وادي السبينال كورد. ايه الفرق ما بين الصورتين اللي على اليمين واللي على الشمال؟ الصوره اللي على اليمين دي البرين متحوط بالاغشيه بتاعته هو والسبينال كورد. الاغشيه من البرين اسمها والسباين كورد اسمها ايه؟ اسمها مينينجيس، اسمها مينينجيس. عندنا اللي هي الاغشيه السحائيه، لو انت بتسمع عن التطعيم بتاع الالتهاب السحائي، تسمع عنه؟ اللي هي التهاب الاغشيه السحائيه، مينينجيتس انفلاميشن، التهاب في الاغشيه اللي محوطه البرين والسباينال كورد. الناس كانت بتطعم، لو انت اعتقد ناس كتير منكم خدوا الايه؟ التطعيم بتاع الالتهاب السحائي. طيب يبقى اذا ايه هي المينينجيس؟ هي الاغشيه المغطيه البرين والسباينال كورد. في عندك كام طبقه من المينينجيس؟ ديورا، اراكينويد، وبيا. ديورا، اراكينويد، وبيا، دول انت خدتهم في الثانوي برضو، اللي هي الام الجافيه والام العنكبوتيه والام الحنون، هو ده. فالديورا الجافيه هي الخارجيه، والبيا الحنون هي الطبقه الداخليه اللي هي تبقى مغطيه الايه؟ البرين والسباينال كورد على طول. تمام، وما بينهما العنكبوتية أو أراكينود. ماشي؟ طيب ده منظر البرين من فوق، ده superior view للبرين من فوق. طب يعرفك أن البرين ده بيكون من نصين، two cerebral hemispheres، لأن البرين اسمه التاني إيه؟ cerebrum، cerebrum المخ. ماشي؟ فعندك المخ ده بيكون من جزئين، جزئين، نصين، cerebral hemispheres. ده لما نبص عليه من فوق. لما تبص عليه من تحت برضو تشوف التو سيريبرال هيمسفيرز، ادي واحد اهو وادي واحد اهو. امال ايه اللي ظهر في الصوره ده؟
اذا كان اللي فوق ده سيريبرم مخ، فالصغير اللي تحت ده اسمه سيريبيلم. اسمه ايه؟ سيريبيلم او مخيخ، تصغير مخ. ماشي، يبقى سيريبرم ده المخ، تصغيره المخ الصغير سيريبيلم مخيخ. تمام، ومال ايه اللي في النص ده؟ اللي في النص ده برين ستيم، جزء المخ. تسمع عن، معلش ندخل الناس اللي بره، تسمع عن حاجه اسمها، يقول لك ده عنده موت، جزء جزء المخ مات، البرين ستيم، فده اسمه برين ستيم او جزء المخ، جزء المخ برين ستيم. ماشي، هنشوف اجزاءه دلوقتي ان شاء الله. طيب لما تيجي تبدا بالسيريبرم، سيريبرال هيمسفيرز، البرين بيتكون من فصوص، لوبس، بيتكون من ايه؟ من لوبس. تمام، اول لوب لما تبص على البرين من قدام، احنا كده باصين من قدام، لما تبص عليه من قدام يبقى ده مين؟ اسمه فرونتال لوب. اسمه ايه؟ فرونتال لوب. وانت حضرتك لو انت فاكر السكال كان فيه هنا عظمه كده كبيره اسمها ايه؟ فرونتال بون، صح؟ ده اللي ورا الفرونتال بون الامامي، الفص الامامي، فاسمه فرونتال لوب. طب انت فاكر في السكال كان فيه عظمه على الجنب كده اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ كان اسمها العظمه اللي في السكال، تمبورال بون. تمبورال بون، تمبورال بون، الفص بتاع البرين اللي له علاقه بالتمبورال بون اسمه تمبورال لوب. اسمه ايه؟ تمبورال لوب. امال ايه اللي انا شايفه من قدام ده؟ ده هيبقى البرين ستيم. شكرا دكتور احمد، برين ستيم. امال ايه اللي تحت ده؟ سيريبيلم. سيريبيلم، امال ده ايه يا جماعه؟ حد تاني غير دكتور احمد بقى؟ بس يا دكتور احمد امسك نفسك. حب. ماشي. ايه اللي تحت ده؟ فين يا دكتور؟ العلامه انا مشاور عليه. شايفين ال اهو هنا. سبينال كورد. سبينال كورد، صح تمام. برضه انت ممكن في البي دي اف ده لما يجي لك هتلاقي فيه شويه كلام على ايدك الشمال كده، يعني ممكن تبقى تتسلى فيهم وتفهم يعني. معلش. كل عام وانتم بخير بقى. طيب لما نيجي نبص من الجنب، احنا كده باصين من الجنب اللي هو اللاترال فيو، اللي قدام ده ايه يا جماعه؟ الفرونتال بون. اللي قدام ده الفرونتال لوب، امال اللي تحت ده ايه؟ هيبقى التمبرال لوب. تمبرال لوب، حد تاني غير دكتور احمد؟ ايه اللي فوق ده؟ هو يا دكتور. نعم. هو ازاي بعرف ميديال من لاترال وهو موجود في النص اصلا على طول يعني؟ طيب خلينا نخلص البي دي اف ده وان شاء الله ربنا يسهل وافتح لك الموديل اللي انا واخد اصلا منه الصوره. ماشي؟ تمام. تمام؟ يبقى احنا كده باصين من بره، تمام؟ ماشي، يبقى ده فرونتال لوب، عرفت فين قدام من ورا ازاي؟ حد عبقري بقى يقول لي غير دكتور. الجزء بتاع السيربيلم هيبقى ورا. ماشي. معلش حد عايز يدخل خبط على الباب وقاعد على على الواتساب بيقول لي دخلني يا دكتور. ماشي اتفضل دكتور عمرو. شكرا دكتور. تمام يا دكتور شكرا. الف نهار ابيض، الحمد لله على السلامه يا باشا. بخبط بس عشان الباب يسمع كويس. المهم يبقى ده فرونتال لوب، تمام، تحت ده اسمه تمبورال لوب، فوق ده اسمه بارايتال لوب. بارايتال لوب اللي ورا ده اسمه ايه؟ اوكسيبيتال. اوكسيبيتال لوب. اوكسيبيتال لوب. اوكسيبيتال لوب. ماشي الله المستعان. قلنا عرفنا قدام من ورا ازاي، انت هتلاقي السيربيلم ده موجود ورا اهو، تمام، وهنعرف شويه حاجات تانية مع مرور الوقت ان شاء الله. طيب المنظر تاني اهو، يبقى ده اللي قدام كان ايه يا جماعه؟ الفرونتال لوب. اللي وراه ده بارايتال لوب، اللي تحت ده تمبورال لوب، ده ده سيربيلم. سيربيلم. سيربيلم ممتاز. وده هيبقى برين ستيم. برين ستيم، وان شاء الله شويه كده ونعرف اجزاء البرين ستيم وتقولوا لي ده انهي جزء في البرين ستيم ان شاء الله. ماشي. طيب نيجي تاني. الهايلايتد اخضر ده مين؟ التمبورال لوب. تمبورال لوب.
وبرضه انا بقول لك هنا بيبقى في شويه كلام على الجنب كده بقى اتسلى فيهم ماشي. بس فور ذا براكتيكال يعني فور ذا براكتيكال جاست ايدنتيفيكيشن تقول لي ده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه. خلاص ماشي يا جماعه تمام. نخلي الحاجات بسيطه ان شاء الله وربنا يسهل. انت بعد تاخد الكورس وتاخد كل التفاصيل باذن الله ما تقلقش. بسم الله. المنظر ده منين؟ بصين من ورا. بصين منين؟ من ورا عشان نشوف ايه اللي في وشنا ده اللي هايلايتد دلوقتي. ها اوكسيبيتال الاوكسيبيتال. امال ايه اللي بقى واضح وجميل واضح قدامنا ده؟ سيريبيلم. سيريبيلم. وزي ما انت شايف ان عندي ده اسمه سيريبرال هيمسفير. هيمي يعني نص، سفير كوره نص كوره، فده نص الكوره بتاع السيريبرم بتاع البرين. عندي كام نص؟ نص كوره نصين عشان يكونوا مع بعض كوره كامله. هيمي سفير، سفير يعني كوره وده نص كوره، فده هيمسفير بتاع السيريبرم فاسمه سيريبرال هيمسفير. طب تحت كده بص على السيريبيلم تقدر يعني تميز فيه نصين برضو ولا لا؟ اه اقدر اميز. ايوه برضو تمام. فده اسمه سيريبيلر، سيريبيلر هيمسفير. اسمه ايه؟ سيريبيل سيريبيل. يبقى اللي فوق ده ايه يا شباب؟ سيريبرال سيريبيل. ماشي. لما كنا صغيرين قدكم كده كان دايما نتلخبط ما بين سيريبرال وسيريبيلا. لا ما تتلخبطش، افهم. انا سيريبرم مخ، مخ صغره سيريبيلم مخيخ. ماشي. نص السيريبرم سيريبرال هيمسفير، نص السيريبيلم سيريبيلر هيمسفير. تمام. عشان بعد كده ان شاء الله تكبر بقى وتاخد نيورو هتلاقي فيه سيريبرال فيزلز وفي سيريبيلر فيزلز. يعني ممكن تلاقي بوستيريور سيريبرال ارتري ماشي وفي سوبيريور سيريبيلر ارتري. يبقى لما تسمع سيريبرال ارتري غير ما تسمع سيريبيلر ارتري. وصلت؟ ماشي. هو يا دكتور السيريبرم هو هو البرين اللي هي الحاجات الملفوفه حوالين بعض، هو ده المخ هو الدماغ. ثاني عمر. عمر ايوه ايوه دكتور. يعني بقول ايه سيريبرم؟ سيريبرم ايوه سمع. يعني هو ايه هو الدماغ المخ؟ يعني ايه سيريبرم بالعرب؟ مخ. حلو. يعني ايه سيريبيلم؟ المخيخ. لا انا عارف عارف الفرق ما بينهم. انا ماشي. بتكلم السيريبرم هو هو البرين الدماغ اهو اهو. يعني الكره اللي ملفوف اللي فيها لفات دي سلكاي وغيراي. انت بعد كده بعد كده ان شاء الله يا دكتور عمر يعني ما تستعجل، تبقى مطلوب منك تعرف كل واحد من دول اسمه ايه. حلو الكلام. في حاجه اسمها بري سنترال جايروس وبوست سنترال جايروس وفي سنترال سالكس وبوست سنترال سالكس وفي كيونيوس وفي بري كيونيوس وفي بارا سنترال لوبيول. ماشي. ما تقلقش انت دلوقتي بتقول الحاجات المتقلبه على بعضها دي، انت بعد كده هتبقى عارف كل جزء من دول اسمه ايه. ماشي. كالكراين سالكس يعني هتتروق يعني ما تقلقش يعني ابشر. ماشي يا عمنا. ايوه دكتور. يعني السيريبرم اللي انا معلم عليه هو هو ده النص. هو ده واضح كده؟ النص الواحد اسمه سيريبرم ولا النصين مع بعض؟ النصين مع بعض. ده النص ده اسمه سيريبرال هيمسفير. اسمه ايه؟ سيريبرال هيمسفير. هيمي. هيمي يعني نص. هيمي بص كده كلمة هيمي يعني ايه؟ نص. نص يعني كورة. المخ كله على بعضه كورة. المخ ده نصين. مش تعرف ان في حد يقول لك اصل ده بيكتب بايده اليمين وده بيكتب بايده الشمال، ده بيلعب برجله اليمين وده بيلعب برجله الشمال، صح؟ يقول لك اصل هو أيوة. الدوميننت هيمسفير يعني النص المخ اللي واخد الابر هاند اللي هو برجله الشمال مخه اليمين هو اللي واخد ابر هاند، واللي بيلعب برجله اليمين مخه الشمال هو اللي واخد الابر هاند. ماشي. يقول لك رايت دوميننت هيمسفير واحد ليفت واحد ايه رايت. ماشي خلاص. كل نص
الاثنين زي بعض بالضبط الى حد كبير، خلاص النصين الى زي بعض الى حد كبير. عندك موتور اريا في اليمين وموتور اريا في الشمال. الموتور اريا اللي في النص اليمين تتحكم في نص جسمك الشمال، والموتور اريا في النص المخ الشمال تتحكم في نص جسمك اليمين. قبل انت هتتروق ان شاء الله، يعني انت دكتور بقى هتتعلم حاجات كتير. ماشي ماشي. لا لسه بدري، لا لاش. احنا بسم الله الرحمن الرحيم خلاص، ده عايزين يخلوا الصيادله دكاتره. فانت يعني انت دكتور خلاص بقى، يعني مش امسك يعني بايديهم واسنانها. تقلقش، خير قادم ان شاء الله. يبقى ده يا شباب اللي احنا عملناه كده اهو. كان لسه الدكتور عمر بيقول لي هو الهيمسفي المخ هو النص ولا الاثنين مع بعض. انا جبت لك نص منهم اهو، تمام. ارجع كده تاني، ده نصين مع بعض. ماشي، ادي نصين مع بعض شايفينهم. هنشيل واحد منهم ونبص على ايه؟ على التاني. يبقى ده اسمه ميديال سيرفيس. اسمه ايه؟ ميديال سيرفيس، السطح الداخلي، صح؟ اللي من بره ده اسمه ايه؟ لاترال سيرفيس. يبقى اذا انت من بره كده مش هتشوف الا اللاترال سيرفيس بتاع النص اليمين واللاترال سيرفيس بتاع النص الشمال. عشان تشوف الميديال سيرفيس اللي جوه في النص ناحيه الميد لاين كده، يبقى لازم تشيل واحد من الاثنين، تمام. شلنا هيمسفير منهم، شلنا اليمين، تمام، وبصينا على الشمال. خلاص ماشي يا جماعه، خلاص. هو يا دكتور ما نعرفش نحدد اذا كان يمين من شمال، صح؟ لا تعرف النص اللي قدام، لا تعرف. ايه ما تعرفش من بره؟ من بره ما تعرفش ايه، تعرف بس مش دلوقتي يعني، ابشر. بس انت بعد كده هتعرف. هو هنا كاتب لك سريبرام رايت، عشان انا كنت معلم على الرايت وشلته، فمكتوب هنا الرايت، لكن اللي موجود في الصوره هو الليفت. ماشي. طيب لما نشيل كده وهنجيب الموديل ان شاء الله بامر الله نجيب الموديل وهتشوف بنفسك، هشيله واحطه قدامك ان شاء الله، اتفقنا؟ نشيل السريبرام، نحط السريبرام سير ونشوف ده كان موجود فين وده منين. خلاص توكل معانا. يبقى ده يا جماعه الايه؟ النص الايه؟ الداخلي الميديال سيرفيس، النص اللي هو السيرفيس الداخلي بتاع الايه؟ سيربرال هيمسفير. سيربرال. طيب امال ايه الازرق ده؟ الازرق ده تجويف. ده ايه؟ تجويف. التجويف ده موجود فين؟ موجود في الفص اللي احنا شلناه. موجود فين؟ في الفص اليمين اللي احنا شلناه. يبقى ده تجويف، في يعني في واحد زيه تاني هنا، تمام. ده اسمه فنتريكل. اسمه ايه؟ فنتريكل. اسمه فنتريكل. فنتريكل فراغ جوه الهيمسفير، جوه الفص بتاع المخ. الفراغ ده في واحد تاني زيه نازل هنا، وفي واحد تالت هنا. يعني ايه؟ يعني المخ ده والبرين ستيم برضه له في وراه فراغ اسمه فنتريكل. الفراغات دي بيمشي فيها حاجه اسمها سيريبرو سباينال فلويد. اسمه ايه؟ سيريبرو سباينال فلويد، او اختصارا سي اس اف. اختصارا ايه؟ سي اس اف. يبقى ايه اللي بيمشي في الفنتريكولار سيستم؟ حاجه اسمها سي اس اف. انت لو انت عارف حد مثلا راح يولد، واحده ست راحت تولد، يقول لك هتولد قيصري، فبيبنجوها ايه؟ يقول لك هنبنجها نصفي، صح؟ سمعتوا عن القصه دي قبل كده؟ يقول لك دخلت تمام حبيبي غير نصفي. يعني ايه؟ بتبقى صاحيه وهي بتولد، مش كده؟ طيب هو بيجي يدي حقنه فين؟ بيديها في الظهر. يديها فين؟ في الظهر. يديها فين في الظهر؟ بعد طبعا مش بيدي في السباينال كورد، طبعا مش بيخش في السباينال كورد يعني. المهم بيديها في الظهر، خلاص؟ طيب حد لا قدر الله كده، الناس اللي هي بتاخد كيماوي عشان الاورام بتاعه المخ، بيدوهم برضو حقنه في ظهرهم، خلاص. طيب في سائل بيمشي جوه السباينال كورد ويمشي جوه البرين. السائل ده
بيدي وياخد من البرين. فانت لما بتحب تحقن دواء بتحقنه في السائل ده اسمه السي اس اف، دخله جوه السائل، جوه السائل جوه الكافيتي اللي فيه السائل اللي هو اسمه السي اس اف. خلاص السائل ده اللي بيلف حوالين البرين موجود فين؟ في حاجه اسمها فينتريكولار سيستم، وهتاخدوه ان شاء الله في النيورو بالتفصيل. تمام خلاص مش هنخش بقى في فينتريكل وثيرد فينتريكل وفورث فينتريكل الكلام ده كله. المهم هو فينتريكولار سيستم تبقى عارف ان في فراغ جوه السيريبرو هيمسفير وجوه السي ان اس، الفراغ ده بيمشي فيه سيريبرو سباينال فلويد، ده هيبقى مهم عشان حاجات بعد كده تعرفها ان شاء الله. ماشي خلاص تمام حضرتك. وحتى لو انت فاكر اللي هم الاطفال اللي جالهم التهاب سحائي بيبقوا ياخدوا منهم عينه من السائل ده عشان يحللوها، ياخدوا عينه من ده عشان يحللوها. طيب الجزء ده بقى اسمه ايه؟ الجزء اللي هنا ده، اللي هنا ده اسمه داينسيفالون. اسمه ايه؟ داينسيفالون. ده ما بين السيريبرم الفوق والبرين ستيم والسيريبيلم من تحت. ماشي ده تقريبا كده الوصله اللي ما بين الاثنين، ما بين البرين من فوق وما بين البرين ستيم والسيريبيلم من تحت. حاجه هتبقى تعرف حاجه اسمها ثالاموس وحاجه اسمها هايبوثالاموس، تعرفوهم بتاخدوهم ان شاء الله بعد كده بالتفصيل يعني. سب ثالاموس وايبي ثالاموس وكل حاجه الداينسيفالون. بس يعني المعلومه اللي توصل لك دلوقتي ان في حاجه اسمها ايه؟ داينسيفالون، وده لا هو اللي فوق ولا هو اللي تحت، ده الوصله ما بين فوق وتحت. ماشي اسمه ايه؟ داينسيفالون. ولو برضو جزء فراغ له في الفنتريكولار سيستم خاص، كل جزء في السينس له فنتريكولار سيستم خاص. ماشي اللي تحت ده اسمه ايه؟ سيريبيلم. اسمه ايه؟ سيريبيلم. طيب لما كده باصين من قدام خلاص انت عرفتوا حد بيقول حاجه؟ اه دكتور، يعني دكتور اللي هو بتاع البني اللي تحت الفنتريكولار اللي هو الفنتريكولار سيستم هو ده داينسيفالون. المنطقه اللي هنا دي اسمها داينسيفالون. الاستراك خلاص بقى بالحاجات دي كلها هنبقى ناخدها ان شاء الله، ناخدها في النيورو بالتفصيل باذن الله. تقلقش. طيب لو نبص من قدام اهو تاني خلاص انت دكتور بعد اذنك. بعد اذن اتفضل. هو الجزء بتاع الانكريت مطر بيحتوي برضو على سبيس سيريبروس بينال فلويد يعني انا عايز بس اعرف يعني ازاي متصلين ببعض كلهم كده يعني. ما هو ده بقى اللي انا بقول لك عليه، الفنتريكولار سيستم ده هتاخده بالتفصيل تمام، وازاي واصلين مع بعض. في فورامنا على الجناب وفي فورامنا في النص، في فتحتين في الجناب وفتحتين في النص بتوصل الفنتريكولار سيستم الفنتريكلز بالسب اراكنويد سبيس. خلاص انتر فنتريكولار فورامين، وفي عندك فورامين اوف لوشكا وفورامين اوف ماجندي، يعني قصص. ماشي خدها في النيورو بالتفصيل، فده مش مكانها. فاهمة؟ طيب ماشي زي ما بقول لك في نعم حد قال التشاور على الدايز 7 كده هنا. تمام تمام. انت عندك برين فوق اهو سيريبرم، وعندنا تحت برين ستيم وسيريبيلم، في بقى ما بينهم داينسيفال. هتاخدي بقى حاجه اسمها ثالاموس، وتعرفي ان كل الحاجات اللي جايه من تحت او طالعه يعني جايه من تحت لفوق او جايه من فوق لتحت لازم تعدي على الثالاموس ده. ماشي خلاص تمام جدا، يعني في انها بتنقل المعلومات ما بين البرين هاير سنترز اللي فوق والايه الحاجات اللي تحت. ماشي خلينا نخلص يعني يا دكتور ان اس ناخد دكتور. نعم الجزء الازرق الجزء الازرق والجزء البني ده كلهم على بعضهم اسمهم داينسيفالون. الازرق ده اهو، الازرق ده افتكر ان الازرق ميه. ميه ده الفنتريكولار سيستم. ماشي ده اسمه لاترال فنتريكل، ده اسمه لاترال فنتريكل، ده التجويف اللي جوه السريبرال هيمسفير ده اللي ظاهر هنا بتاع الناحيه اليمين، الشمال مقفوله فانا شلت اليمين فظهر التجويف اللي جواه. تمام وهتاخد بقى نيوكليس وثالاموس والانتيفورم نيوكليس، وهتاخد الكلام بتاع الكلام البيزال جانجليا والحاجات دي كلها ان شاء الله في والفنتريكولار سيستم بتاع الداينسيفالون الناحيه دي هيبقى اسمه ثيرد فنتريكل، فما تقلقش. ماشي تمام يا دكتور. احنا نخلص بس سي ان اس ان شاء الله، ناخد استاذنكم بريك نصلي العصر ونرجع تاني ان شاء الله يعني، بس هنخلص سي ان اس. الفيو من قدام هنا في اي مشكله تقدر تتعرف على اللوب ده
فرونتال لوب تقدر تعرف على ده تمبرال لوب. هناخد اجزاء البرين ستيم كمان شويه. السيريبيلم اللي متعلق بالاخضر ده نص السيريبيلم فاسمه سيريبيلر. دكتور ايوه هو ازاي دي الفرونتال ده من ورا؟ لا ده من قدام. ده من قدام. اه تمام ماشي تمام. السيريبيل بص بقى بص ده كده من ايه؟ من ورا. ده بوستيريور فيو. نرجع تاني ده ايه؟ انتيريور فيو. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ها؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انت من قدام هنا شايف مين ده؟ شايف مين؟ شايف برين ستيم. برين ستيم. برين ستيم من قدام هايدنج مخبي دي مخبي السيريبيلم. السيريبيلم. تمام؟ من ورا انت مش شايف البرين ستيم هنا المظله مقفوله عليها بمين؟ بالسيريبيلم. ادي نص السيريبيلم وادي نص السيريبيلم والحته اللي الميد لاين بتاعته دي بلاقيها اسم خلاص ترمس وسيريبيلم. هتاخد السيريبيلم بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. ماشي يا جماعه؟ تمام حضرتك. حلو قوي الكرتون اللي قبل المغرب ده بيبقى ظريف. ماشي يا شباب. ايه اجزاء بقى البرين ستيم؟ برين ستيم احنا كده بصينا على البرين ستيم من قدام، وانت ان شاء الله بعد كده هتاخد كل فيتشر من دول، كل نقطه من دول اسمها ايه؟ اوليف بيراميد انتيريور سيريبيلر بيدانكل ترانسفيرس بونتاين فايبرز بازلر جروف سيريبرال بيدانكل. ما تقلقش ما تستعجلش يعني اوبتيك تراكت اوبتيك كلازما ما تقلقش خالص، هتاخد كل الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في النيور. فابشر ده البرين ستيم. برين ستيم من فوق لتحت او من تحت لفوق. خلينا نبدا من تحت لفوق، دايما نبدا من تحت لفوق. اللي تحت دي ايه؟ المظله اوبلونجاتا. المظله مظله اوبلونجاتا. لو انت مع بتكلم مع امريكاني يقول لك ميديولا، احس هو بيرجع عليك كده ميديولا. ماشي مظله بالبريتش ميديولا بالامريكان يعني خلاص. المهم يعني مظله الحته اللي هي دي 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 اسمها بونز. اسمها ايه؟ بونز. تمام. وبعد كده الجزء اللي فوق ده اسمه ميد برين. ميد برين ماشي. يبقى اجزاء الجزء عن المخ اجزاء البرين ستيم ايه؟ من تحت لفوق مظله بونز ميد برين. تمام. والمنظر ده من قدام. ده الشكل من ورا بوستيريور. اللي تحت دي ايه؟ مظله. ده ايه؟ بونز. وده ايه؟ ميد برين. طيب لو انا رجعت كده دي ايه؟ مظله. مظله. ده ايه؟ البونز. بونز. هنا ده ايه؟ الميد برين. ميد برين. حلو. فين البونز هنا؟ ايه هتبقى فوق الجزء اللي ده معاك القلم بتاعك اللي بين السيريبيلم. حد قال حاجه؟ حد قال حاجه وقفل بسرعه؟ مين اللي بين السيريبيلم؟ مين السيريبيلم اللي بين السيريبيلم اللي فين؟ شاور يا زياد ما انت عندك انوتيت. شاور ما كنتوا بتشخبطوا قبل كده يا جماعه؟ ايه اللي حصل لكم؟ الادب يعني عشان رمضان شخبط يا سيدي. هو انا مش عارف ثواني كده يا دكتور. ايوه ايوه دي. مين اللي شخبط؟ لا الازرق ده. انا اللي بالاحمر يا دكتور. بالاحمر ده بونز. ها؟ انا اللي عامل السهم يا دكتور. ده البونز. اه طيب فين هنا؟ انت مشاورين كده على البونز. ايوه شيل 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 بسرعه. ده بونز. فين البونز؟ شاور هنا. الجزء اللي فوق اللي هو شاور يا عم احمد. ايوه شكرا ماشي. فين البونز هنا؟ خليك بقى معايا. ايوه هي خليك معايا. اه ماشي. فين البونز هنا؟ اهي ماشي. فين البونز هنا؟ شايف المنظر ده؟ ايوه حلو. احفظه بقى. احفظ الشكل ده. احفظ الشكل ده. فين هنا؟ ايوه اهو يا دكتور اهو. هو ده. لا مش هو ده حضرتك. الاصفر من ورا. من ورا. ايوه يا شاطر شاطر عامل الدايره دي شطور. من ورا يا جماعه
مش هتشوف البونز حضرتك لانها مختفيه بالسيربيلم. يبقى كل اللي حضراتكم بتشاوروا عليه ده سيربيلم. سيري ايه؟ سيربيلم. ماشي يا بيه. يبقى انت من ورا حضرتك عشان تشوف الباك اوف ذا بونز لازم تشيل السيربيلم. حلو الكلام. اللي حضراتكم بتشاوروا عليه ده الجزء الوسطاني من السيربيلم. ماشي خلاص. شخبطه بقى خلاص ورانا عشان قلت لك شخبط. يبقى كده البرين ستيم من قدام خلاص يا عم صدق. برين ستيم من قدام خلاص. امسح بقى الشخبطه بقى. يبقى قدام مضله بونز ميد برين. عشان اشوف الاستراكشرز دي من ورا لازم اشيل السيربيلم. لازم اشيل ايه؟ السيربيلم. لان السيربيلم مغطي الحته دي من ورا. وان شاء الله بعد كده لما تاخد نيورو هتلاقي ان في كافيتي في سبيس ما بين الجزء الخلفي من المضله والبونز والسيربيلم. وان شاء الله ده جزء مشهور جدا من الفنتريكولر سيستم اسمه فورث فنتريكل. الفنتريكل الرابع اللي هو بعده السي اس اف بينزل فيه حوالين السباينال كورد. ماشي يا جماعه؟ ده وهتبقى عارف كل جزء من دول اسمه ايه ان شاء الله. لا تقلق. ماشي؟ تمام حضرتك. ماشي. يبقى ده كده يا جماعه في البراكتيكال. ان شاء الله المطلوب مننا في البراكتيكال في بتاع السي ان اس. احنا ان شاء الله هناخد بريك بس ربع ساعه نصلي العصر ونرجع ان شاء الله. ماشي يا جماعه؟ تمام. انا هعمل ما هو ده الميتنج ده اصلا كده كده هيخلص. فهبعت لكم لينك ثانيه ان شاء الله باذن الله بس ونرجع وربنا يسهل. بس حاولوا بقى تيجوا بسرعه عشان نلحق نخلص اللي باقي ان شاء الله. ماشي؟ تمام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.